الله اكبر الله اكبر الله اكبر لله الحمد. ضد الموجه الثانيه على سنار الحمد لله سبحانه وتعالى. الان احنا اكثر من 85 عربيه اقسم بجلال الله رجعناهم 10 عربات والحمد لله بفضل الله. والجيش الى الامام، ده جيشنا متقدم راجلا الحمد لله رب العالمين. اخوانكم في الميدان يبلغوكم التحايا ويطمنوا الشعب السوداني عامه واهالي سنار خاصه، ان سنار عصيه على المرتزقة، عصية على الجنجويد، عصية على الأوباش، أن سنار سوف تكون بإذن الله سبحانه وتعالى مغبرة للجنجويد. النار بإذن الله سبحانه وتعالى تكون إهلاكا لهذه الحرب اللعينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت الأقدام وأن يسدد الرمل وأن يجعل يعني النصر على أيديكم. أولئك الشباب الذين يقدمون أرواحهم رخيصة في سبيل الله سبحانه وتعالى، يقدمون العالي والنفيس، يحملون كفهم، يحملون ارواحهم على كفهم دفاعا على هذا الوطن، نصرة لهذا الشعب، رفعا للظلم على المظلومين، يقدمون ارواحهم رخيصة في سبيل الدفاع عن هذا الوطن، في سبيل الدفاع عن حياده. ونقدم لكم الميدان ونقول لكم بأن الله سبحانه وتعالى ناصر وعده، وأن الله سبحانه وتعالى ناصر وعده، أن الله سبحانه وتعالى محقق وعده، أن الله سبحانه وتعالى ناصر وعده، أن الله سبحانه وتعالى محقق النصر، أن الله سبحانه وتعالى يجعل بإذن الله سبحانه وتعالى هذه الأرض الطيبة مغفرة لهم، يجعلها سبحان الله، يجعلها بإذن الله سبحانه وتعالى دمارا لهم، يجعلها سبحان الله تعالى هلاكا لهم بإذن الله سبحانه وتعالى.